ديما مساء الكثرة حول النقاش والجدل، تأليف الشيخ سيد زين على صميت معلوي الحسن الشافعي، قدم له ونشره الوالد الدكتور سيد يوسف هاشم السيد أحمد الرفاع الوزير نائب الشيخ الطريق الرفاع الصوفية، عداه وخرج حديث المستشار محمد نور السويدع الحريضي للحلبي اليوم وكل يوم زرنا قبره رحمه الله. هني يقولون نفع الانتساب إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد، فقد صح حديث النسب إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نافعة في الدنيا والآخرة. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة لا نسبي وصهري، رواه ابن عساكر عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. إذن نعم الله خرجه الطبراني في عندما الأوسط هذا الحديث. تزوج سيدنا عمر بن رضي الله عنه كلثوم بنت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أمها سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، من فارق سن بين سيدنا عمر وزوجته أم كلثوم رضي الله عنهما. يعني إن هذا الحديث وهاي التكملة. الله رحمه الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بال قوم يقولون رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع يوم القيامة، بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرط لكلكم في الحوض. والله 94415 الوالد من أوائل النسخ. هاي السيد مبدع وأنتوا خليكم وراء مبدعين وأنا خادم.